السلام عليكم. موقع اسمه ديزاينز دوت اي اي، خليك تعمل لوجو، تعمل فيديوهات، تعمل سوشيال ميديا، تعمل فويس اوفر في ثواني، مجرد ان انت تختار ايه الحاجه اللي انت عايزها. وهيسالك بقى الاسم، هيسالك بعض الاسئله تلاقيها جاهزه خالص. ولكن مثلا هقول له ديزاين بيلدر، وده مش اسم حاجه يعني، ديزاين بيلدر ده تصميم، افتكرت برنامج التصميم الاستدامة. طيب هقول له مثلا عايز ايكون، عايز نيم، عايز كذا، تبدأ تشوف ايه اللي انت عايزه. الاندستري مثلا تقدر تشوف ايه الحاجة، مثلا اركتكت، تقول له نيكست. طيب الكومباني نيم، السلوجان يعني شعار مختصر كده، يبدأ يديك اقتراحات للشكل، تقول له مثلا والله انا عاجبني الشكل دوت، عاجبني الشكل ده. تمام، خلي بالك انا علمت على 3 اشكال، هو بقى يحاول ايه يدمج بينهم. اللون هختار اللون الاحمر، يروح عامل لك الشكل، فجاب لي التصاميم دي. تقدر تختار اي واحد فيهم، ممكن تقول له لود مور، فهو يبدا يحمل لك تصميمات اخرى. زي ما شفت الموضوع كان سهل خالص وما فيهوش اي معضله. تمام، طيب ممكن نيجي هنا ونقول له مثلا احنا عايزين نعمل فيديو، فبرضه هيسالك ايه الاسم اللي انت عايزه، وايه المعلومات اللي انت عايزها، صوره عايز تحطها، ويروح يطلع لك الفيديو. تمام، بيقول لك اكتب السكريبت، وبعد كده الفيديو هقول له مثلا جرين بيلدينج. تمام، بيقول لي سكريبت، هتكتب بقى طبعا حاجات خاصة بالاستدامة، بس انا مش في دماغي حاجة مثلا، بس انا عايز ايه مثال. وبعد كده تنقل سكريبت، ممكن يكون طويل 1500 كلمة. انت هتشتغل في اي مجال، وليكن مثلا كونستراكشن مثلا، اللغة اللي انت عايزها في لغات كتيرة، الفويس اللي انت عايزه الصوت، في حد هيقرأ الكلام اللي انت كتبته عشان يطلع لك فيديو احترافي. فهو اوتوماتيك حط الصورة اهيت. تمام، وتقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز، تقدر الفويس، تقدر تختار الكلمة اللي انت حطيتها. تمام، تقدر تسمعها وتعملها، فيبقى عندك صورة وفي الكلام. Hi, how are you? Hi, how are you? بسهولة جدا تقدر تعمل، وتقدر ان انت تختار تبدل الصورة، تختار صور تانية وهكذا.